يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في هذه الآية التي هي قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هل يدخل فيها من يذهب لشيخ ليفتي له لأنه قد علم أن هذا الشيخ يتساهل في الفتاوى؟ نعم يدخل فيها، إذا علم أن بعض المشايخ يتساهل في الفتوى أو تؤثر فيه الهدية والرشوة ويفتي بحسب ما يعطى، هل يجوز الذهاب إليه؟ بل يذهب إلى أهل الحق وعلماء الحق الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يقولون الحق وينطقون به. نعم.